في عناوين النشرة، أول الغيث، طرقات، بحيرات. ومباني مهددة بالسقوط. بدنا مع مصاري نروح نشتري، بدنا مع مصاري نروح نستأجر بيت، وأنا بيعلن إني عم باكل لقمتي والله العظيم، الله بيعلن. هل يبرئ الضمان ذمة مختلسيه؟ هني براءة ذمة مش مزورة، معطيهم رئيس مصلحة براءة الذمة، ولكن استنادا لمعلومات خاطئة. قانون الستين تنتهي صلاحيته بالتمديد. وليس هناك بالنية لدى أطراف عديدة بالقبول بالتعديلات المطلوبة تكون نظام انتخابي أحسن. أغاتا كريستي مرت بحلب والبارون ملتقى النازحين. سوريا بتاريخ الحروب على جنب، وحلب بسوريا كمان على جنب. الرعب. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية. هي لم تأتي في غير زمانها، لكنها أتت في غير مكانها، في بلد يغرق بشبر شتوي. 7 أيام بنهاراتها ولياليها، وبربارة كانت حديث الساعة. فأين ذهبت الاستعدادات لاستقبالها بأقل الأضرار الممكنة؟ وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال كان وضع عند كل زخة مطر فريق طوارئ، وطمأننا إلى أن الأمور ممسوكة من سماء لبنان جوا حتى أرضه، من منبع نهر الكلب حتى مصب نهر الغدير، مرورا بالمناطق المنكوبة بالمطر الغازي. لكن مجاري الصرف الصحي فاضت بمنسوب الوعود، واستحالت أزقتنا وشوارعنا بحيرات ونوافير من المجارير. الكارثة تتكرر كل عام، وكل شريك في الجرم، من وزارة الأشغال إلى البلديات إلى المتعهدين، وهلم جرة ولا من يحاسب. والأمطار المتساقطة التي تذهب هدرا تأخذ فضائح المسؤولين في طريقها وترمي بها في البحر. في بلد العجائب وزارة كالأشغال تعطل تأليف الحكومة وهي عاطلة من العمل، إن لم نقل أن الأموال تصرف في غير مجاريها الصحية. ومن يدري، بعد ما جرى اليوم قد يطبق المثل القائل رب ضارة نافعة، فيتنازل الجميع عن الأشغال وتحل عقدة من عقد التأليف. فضيحة الأشغال في عدم تصريف الأعمال كادت تغطي على فضيحة هدر المليارات اللبنانية في الضمان الاجتماعي، لكن وزيرا من وزن الشجعان رفض تبسيطها، وأكد المؤكد في تورط موظفين فيها ووضعها في عهدة القضاء. وإذا كان الضمان غير مضمون وقد يبرئ ذمة مختلسيه، فنربأ بالقضاء أن يختم القضية ببراءة مزورة، خصوصا أن قاضي الأمور المستعجلة للخارج من عباءة هذا القضاء قال اليوم كلمته ومشى، وأعاد المنار إلى الفضاء. إذا العاصفة تغرق الشوارع والمنازل بالمياه، ومباني مهددة بالسقوط. لا يزال المنخفض الجوي المصحوب بالرياح الشديدة والأمطار يحصد نتائج سوء الاستعداد لموسم الشتاء في لبنان، بدءا بطرقات استحالت أنهارا وسواقي مزينة بالنوافير، كما حدث في منطقة وطل مصيدبي وطريق صيدا القديمة، حيث استحال الشارع ممرا مائيا. منطقة الجناح وككل عام كان لها حصة من المآسي، حيث غمرت مياه الأمطار المنازل. لم تقتصر أضرار العاصفة على الشوارع، بل تعددها إلى مبنى عيتاني وصالحة في منطقة المصيدبي. المبنى المهدد بالانهيار استفاق قاطنوه على قوة من الدرك تحمل الإنذار الثالث والأخير، والقاضي بإخلاء المبنى فورا. وكان محافظ بيروت القاضي زياد شبيب قد وجه إنذارات إلى سكان المبنى المهدد بالانهيار بوجوب إخلاء البناء بسبب خطر على سلامة شاغليه والسلامة العامة، وذلك بناء على تقارير مصلحة الهندسة في بلدية بيروت التي تؤكد أن البناء ضعيف وغير سليم ويستوجب الإخلاء الفوري. سكان المبنى رفضوا إخلاء منازلهم وسط العاصفة. بدنا مع مصاري نروح نشتري، بدنا مع مصاري نروح نستأجر بيت، وأنا بيعلن كيف أنا عم باكل لقمتي والله العظيم، الله بيعلن. مفكرين عندي ناس وما عماني بروح لعندهم، إخواتي مهاجرين.
وأنا ما إلي حدا، أمي وأبوي بالتربة وخيي وخيي بالتربة. بروح بقعد بعمل خيمة عقبر أمي وبقعد، ولا عقبر أبوي بعمل خيمة وبقعد، شو بدهم ليعمل؟ نتائج طلعت إنه البنا غير صالح للسكن، وممكن بأي دقيقة ممكن يقع على روس السكان. البناية بدها توقع يعني، وإجوا بلغونا ومضينا على القرارات، وكل يوم كل جمعة بيجوا يلا فضوا العفش، بننزل هالعفش، بيرجعوا بيقولوا لنا لا جمعة الجاية بنطلع العفش، بننزلها هاي الثلاث أربع مرات، بس هلا آخر مرة إذا بتشوف هون صار في مثل صوت طلع فقع الحيط. وبعد تدخل البلدية وإعلانها تقديم بدل سكن عن 6 أشهر ريثما يتخذ القرار النهائي حول مصير المبنى، استمهل السكان حتى تنتهي العاصفة ويتوافر البديل. طقس شتاء نهار قصير، وين بروح يدور على بيوت؟ قدر تروح تشوف لك اليوم مكتب سمسار ليدور لك لك هلا وبكره وبعد بكره لحتى يلاقي لك بيت، بدك جمعة لتفضي بيتك على القليلة. طيب شو الحل؟ شو الحل؟ الدولة هي المفروض تأمن حلول من خلال إيجاد بيوت، أو يشوفوا صاحب اللي عمر هالبنية هي عنده كذا بنية، غير هيك أسرع ما يمكن خيئ أوتيل 3 نجوم، مش 5 نجوم ولا 4 نجوم، 3 نجوم، شي يقوي هالناس هيدي. لم تقتصر أضرار العاصفة الأولى على بيروت، فكان لصيدا حصتها حيث طافت الطرق وأغلق ميناء الصيادين. الأمر نفسه جرى في البقاع، حيث حجزت الفيضانات المواطنين في سياراتهم. خطر الانهيارات لم يقتصر على مبنى المصيدبة، بل امتد إلى منطقة الأزاعي، كنيسة قديمة شكلت منزلاً لعائلة لا معيل لها، يتأرجح برج جرسها فوق رؤوسهم، مهدداً بالسقوط في كل لحظة. كل مدة بشوف ما بشوف إلا هالمي بتهر علينا، منظبط فيه، منصب من فوق السطح كل شيء، وبيرجع المي تهر علينا. وسط التخبط الحكومي وصراع القوى السياسية على وزارة الأشغال، غرق اللبنانيون في شوارعهم التي لا تحوي أثراً للأشغال. حسان الرفاعي، قناة الجديد. وزير العمل يرفض تبسيط فضيحة الضمان ويؤكد تورط بعض الموظفين. أكثر من 6 مليارات ليرة لبنانية اختلست من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمتهمون الوسيط جورج بعينو الذي ينجز معاملات شركات عدة لدى الضمان، وثمانية موظفين في الضمان الاجتماعي أوقف 7 منهم في 14 من تشرين الثاني، فيما ترك رئيس اللجنة الفنية سمير عون. الرجل نفسه الذي أشار إليه التحقيق بالاسم كان في الجلسة الاستثنائية لمجلس إدارة الضمان التي دعا إليها وزير العمل سجعان قزي لمناقشة القضية الفضيحة. مادموزيل، أولا الأستاذ سمير عون من طالب تغطية من أحد، وأنا فيني أكد لك أنه مثل أمام المدعي العام ولم يصدر مذكرة توقيف، وإذا كان ما مثل مثل ما عم بتقولي أنت وهالشيء غير صحيح، في المدعي العام يستدعي. هالعملية اللي صارت كبيرة وما ممكن تتم من دون ما يكون في تواطؤ بين هالمعقب وأحد أو بعض موظفي إدارة الضمان الاجتماعي. وين الأموال يلي تم اختلاسها؟ هالأموال موجودة مع يلي عقب المعاملات. هل مع مين اقتصم؟ هذا القضاء سيكشف. بس في تشيكات بتبين أنه هي أمر دفع للضمان الاجتماعي وانقبضت. هيدا السؤال يلي أنا سألته عنك أثناء هذا الاجتماع، والجواب أنه مش كل الشيكات، حتى الشيكات شيك بونكير منه موجود عليه الاسم، وهيدي الفاية اللي طلبت أنا أنه من هلأ ورايح الشيك بونكير بده يكون في عليه الاسم الكامل، ولا يحق لأي أحد أن يقبضه إلا الضمان الاجتماعي. المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي يؤكد اتخاذ التدابير المناسبة لعدم تكرار هذه الفضيحة. المشكلة معروفة ومحددة، في شخص اسمه جورج بعينه أخذ شيكات من المؤسسات ولم يدفعها لصاحبها الشيكات، يعني بدل ما يدفع على شركة إكس اللي هي عطيته الشيك راح دفع على شركة إيجراج وزاد وتي مثلا بالضمان الاجتماعي. اليوم إذا إكس وإيجراج وزاد اندفع بدل ما يندفع على شركة معينة، بس كيف بدها ترجع تنشال يعني المصاري وتتوزع؟ يعني هيدا السؤال. هيك يعني منشان هيك الموضوع عم ياخد شوية وقت.
بس يعني الموظفين متورطين جدا، لأنه كيف بده يرجع جورج بعينه يحصل على المصاري بعد ما صاروا بإيد الضمان؟ يعني مثل ما عم تتفضلي الموضوع شائك شوي، ومنشان هيك التحقيقات عم تاخد بعض الوقت. اللي نحن عم نحقق فيهم هني براءات ذمة مش مزورة، معطيهم رئيس مصلحة براءة الذمة، ولكن استنادا لمعلومات خاطئة. بتلوم حالك على تقصير كل هالفترة لصار هيك؟ نحن عم ندير الضمان بأربع مدراء فقط من أصل 12 مدير. مثل أي إنسان بحس حاله أنه معنوي بالتأكيد كلياتنا مسؤولين، ولكن نحن مش مسؤولين إذا في موظف أو موظفين ارتشوا أو عملوا معاملات خلافاً للنظام أو لأنه. مليارات تضيع مرة جديدة ويقع ضحيتها أكثر من 17 شركة لم تتمكن من الاستحصال على براءة ذمة، ويبقى الأمل ألا تختتم هذه القضية ببراءة ذمة مزورة. ليال بوموسى، قناة الجديد. وصل إلى بيروت، إلى مطار بيروت مساء اليوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو آتيا من تركيا مع وفد على متن طائرة خاصة في زيارة للبنان تستمر يومين. يقدم في خلالها التهنئة لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، كما يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام والرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، ويبحث معهم آخر التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة. وكان في استقباله في المطار نائب مدير المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين نديم سراتي وسفير تركيا في لبنان شجاتي السياز وأركان السفارة. من ناحية أخرى، يصل إلى لبنان فجر هذه الليلة وزير خارجية ألمانيا فرانك وولتر شتاينماير في زيارة للبنان تستمر يوما واحدا، يلتقي في خلالها المسؤولين اللبنانيين ويبحث معهم في العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، كما يقدم التهاني لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون لمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية. كتلة الوفاء للمقاومة تهنئ الجيش اللبناني والاستخبارات بالإنجازات الأمنية في كشف شبكات الإرهاب، وتؤكد أن لا مبرر لتأخير تأليف الحكومة لأن العقبات ليست عصية على الحال. تجدد الكتلة دعوتها للإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجامعة، ولا ترى مبررا للتأخير، خصوصا بأن العقبات المتبقية ليست عصية على الحال. كما تؤكد الكتلة مجدداً على ضرورة توسعة قاعدة التمثيل ليشمل كل المكونات السياسية في لبنان. ترى الكتلة أن إقرار قانون انتخاب جديد يؤمن عدالة التمثيل هو المدخل الضروري لإعادة بناء الدولة على قاعدة الشراكة الحقيقية والإصلاح الفعلي، وتستهجن المماطلة الحالية والسابقة في إنجاز القانون المنشود، وكأن المقصود هو إحباط الشعب اللبناني وتجاهل إرادته في رفض التمديد وفي رفض قانون 60 الذي يشكل اعتماده تعطيلا لكل مشاريع النهوض بالدولة وإعادة بناء مؤسساتها على أسس سليمة. خلافات حول مشاريع القوانين الانتخابية وتحفظ على بقاء قانون 60 المرفوض علنا والمرغوب سراً. بشهادة شاهد من أهل السياسة، ترفض الكتل النيابية في العلن قانون 60، وفي المضمر هم أكثر المستفيدين من إجراء الانتخابات المقبلة على أساسه. مرفوض من كل الناس علناً، وربما مرغوب فيه بشكل سري عند كثير من القوى. كلام يندرج في شقين هما: شق إداري يلزم وزارة الداخلية الاستعداد لإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، وشق آخر سياسي يبرز صعوبة في التوافق على قانون يرضي الأقطاب السياسيين ويبشر بالسير نحو 60. لا البقاء بقانون 60 مقبول، ولا إجراء الانتخابات بموعدها من دون تطوير القانون الانتخابات كمان مش مقبول. ليس هناك بالنية لدى أطراف عديدة بالقبول بالتعديلات المطلوبة تكون نظام الانتخابي أحسن. قانون اللي عم بيصير النقاش حوله قانون المختلط، اللي جزء منه نسبة وجزء منه أكثر، بس اختلاف عم بيكون على نسبة الأكثر ونسبة النسبة. في ظل صعوبة تطوير نظام انتخابي يضمن تعديل الدوائر الانتخابية واعتمادا نسبيا جزئيا أو كليا، تبقى المحاولات الإصلاحية للقانون النافذ حبرا على ورق مع صعوبة في التنفيذ. اعتماد الورقة المطبوعة سلف، مثلا اعتماد كوتا نسائية، اعتماد إصلاحات بضبط التمويل والدعاية الانتخابية،
إعطاء مستوى أعلى من الاستقلالية للهيئة المشرفة على الانتخابات. هذه الإصلاحات مسميت إصلاحات أخرى يجري العمل عليها بلجنة فرعية بمجلس النواب، فلازم يتم الإسراع في إقرارها. ساعات بتكتر الأفكار وما في إرادة سياسية بتصير حجة تما تعمل شيء، وإذا ما عملت شيء بده يبقى قانون 60 واللبنانيين بده يكونوا أمام الخيار المر بإجراء انتخابات بالوضع الحالي اللي مش حيأمن له التمثيل إلا استعادة نفس المجلس أو الإبقاء على نفس المجلس بالتمديد، وبالحالتين هودي مرفوضين. مشاريع القوانين كثيرة، أما الواقع فواحد: خلاف عميق يعيد قانون 60 إلى الواجهة، وفي انتظار خروج الحكومة من آتون التجاذبات تتعامل القوى السياسية مع قانون 60 على أساس الأمر الواقع. رواند أبو خزام، قناة الجديد. وإلى فقرة ديمقراطية. تيك تك. العوافي، العناية الإلهية أنقذت لبنان عدة مرات من أخطار، من مشاكل ومن كوارث، ويبدو أنه العناية الإلهية اتدخلت هالمرة كمان حتى تخلص لبنان من أزمة تشكيل الحكومة. كيف؟ خلونا نشوف شو عملت العناية الإلهية. تيك تك. ألو شيخ سعد، عم تلفن لك تقول لك أنا ما عاد بدي وزارة الأشغال. بلاها سفا. شو؟ عن جد عم تحكي حكيم؟ وحياتك شيخ سعد، اعطيها لمين ما بدك. لا. الو شيخ سعد، انا ما عادش بدي وزارة الاشغال. لا ما بصدق. صدق شيخ سعد صدق، انا بتنازل عنها. لا. الو كيفك اميغو؟ سليمان بيك؟ ايه، بخصوص وزارة الاشغال انا ما عاد عاوزها، باخد الصحافة. لا. الو جنرال، مبروك فخامة الرئيس ركبت الحكومة. شو عادة ما بدا؟ طلفنولي بره وجعجع وفرنجية وما حدا منهم بدو وزارة الأشغال، انحلت العقدة. بس ما عرفت ليش بطل بدون ياها فخامة الرئيس. لأنه العلقانين قدامي على الطريق ببرك الماي بهالعاصفة وكابسين مسبات لوزارة الأشغال، عم يكفروا الأشغال. لك قرب كس الأشغال أخو. ايه شيخ سعد؟ تيك تك. بعد الاعلان تشيع الدراكيل المخدور. اهلا بكم من جديد. بلدة شعث البقاعية تشيع الشهيد محمد العرب، وعائلته تطالب بكشف الحقيقة ومعاقبة الفاعلين. في مأتم شعبي حاشد شيعت قيادة الدرك وبلدة شعث البقاعية وعائلة العرب الرقيب أول الشهيد محمد العرب، في حضور ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي العقيد علي العجمي الذي قلد الشهيد وسام الحرب والجرحى ورفعه رتبة بعد الاستشهاد. كما شارك في التشييع ممثل اللواء عباس إبراهيم وعدد من ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي. باسم حضرة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، وباسم حضرة العميد قائد الدرك العميد جوزيف الحلو، أتقدم منكم بأحر التعازي سائلا الله تعالى أن يتغمده في رحمته. وقد طالب أهالي الشهيد بكشف حقيقة مقتل ابنهم وإنزال أشد العقوبات في حق المرتكبين. يجرأوا صنفوا جدوا يا خيي، السلم يا خيي، إذا الدولي هاي بتمير ومطرية. لك بطالب، لك بطالب وزير الداخلية، لك وزير الداخلية اللي يوم يشوف الحواجز شو في عليها، لك طريق السكران بيطلع عليه والمحشش بيطلع عليه والمحبعب بيطلع عليه والسلاح العالم حملته طالعة نازلة في عالطرقان، ما حدا بيسأل حدا وينك رايح، عسكري واقف على حاجز. المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي نعت الرقيب العرب الذي استشهد فجر الخميس نتيجة تعرضه لإطلاق نار في رأسه من سلاح صيد في أثناء قيامه بخدمته عند حاجز خطيب شبعة شويفات عند المدخل الجنوبي للضاحية الجنوبية، وهو من مواليد عام 85 متأهل وله ولد، والتحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الجريمة وتوقيف الفاعلين.
القضاء اللبناني يصدر حكما يقضي بإعادة بث قناة المنار على القمر عربسات، فماذا يعني ذلك؟ بعد عام على محاولة إطفاء شعلة المنار من على قمر عربسات بقرار من الشركة، جاء حكم قاضي الأمور المستعجلة في بعبدة حسن حمدان بإعادة بث القناة كشرارة لإعادة النور لشعلة لا تنطفئ رغما عن القمر المذكور. شركة عربسات تضيق ذرعا بصوت المنار. قبل عام قررت شركة عربسات وقف بث قناة المنار على قمرها بعد إقدام الشركة على نقل مركزها من لبنان إلى الأردن. قررت إدارة القناة حينذاك ملاحقة القضية قضائيا. القرار اليوم أنصف قناة المنار وأنصف الإعلام اللبناني كله بأن يكون للبنان سيادته الإعلامية على أرضه، لأنه بالحقيقة قرار العربسات هو انتهاك للسيادة اللبنانية. طبيعي الجهة المدعى عليها عربسات تستطيع الاستئناف، وبإمكان الاستئناف والرفع استئناف أمام القاضي في لبنان. نحن قلنا حق أن ننفذ على عربسات، والقرار ألزم عربسات بإعادة بث قناة المنار واتباع الخطوات والإجراءات الموجودة في العقد الموقع بين المنار وعربسات، لأنه في إجراءات متعددة كان مفترض من العربسات أن تلجأ إليها في فسخ العقد، هي لم تلجأ إليها، بادرت من طرف واحد. ولأن قرار وقف البث أساسا جاء على خلفية سياسية، هل لقرار قضائي أن يتجاوز ما هو سياسي؟ القرار بحث قضائي وبعيدا كل البعد عن السياسي. بالحقيقة القاضي نظر بكل حيثيات القضية واستمع إلى وجهات النظر المختلفة في هذا الإطار، وهو اعتبر أن هناك يعني اعتداء على الصفة التعاقدية أو اعتداء على مجريات التعاقد بين العربسات والمنار. هلأ العربسات تنفذ أو لا تنفذ، هذا أمر كمان جزء منه خاضع أمام القضاء، ما زال واجبة أنها تذهب إلى التنفيذ لأنه القانون ألزمه أو القضاء ألزمه. هل هي ستذهب إلى التنفيذ أم لا، هذا أمر نتركه للأيام القادمة. في غرفة عمل الأخبار جاء وقع القرار القضائي الشجاع عاديا. المراسلون والمراسلات يتابعون عملهم كالمعتاد، فمن اختبر قرارا بتدمير القناة على رؤوس من فيها عام 2006 يصبح قرار بوقف تردداتها كمن يحاول إطفاء نيران شعلة بنفخة هواء. آدم شمس الدين، قناة الجديد. بعد انحباس المطر وسيطرة الجفاف، لماذا يكهرب جسم الإنسان؟ قد تجد نفسك هكذا أو هكذا أو حتى هكذا، وقد تقرر أن توفر على نفسك مشقة الذهاب إلى الحلاق. إنها وببساطة الكهرباء، الكهرباء التي قد تصعق الجسم البشري. عم بتكهرب؟ أوقات لما سلم على حدا هيك بكهرب، بس منهم. إيه. شو برأيك تفسير الموضوع؟ ليه بصير هيك؟ يعني الحمد لله اليوم ما في كهرباء، هول الجماعة نعمة كريم عندهم كهرباء، وهيدا كله شكر لوزارة الطاقة والكهرباء. كل ما أفتح الباب بكهرب، كل ما أنا عم بمشي مثلا إذا دقرت شي بكهرب، إذا عم بفتح باب السيارة عم كهرب، ما عم نعرف ليه. كون نازل متخذ أوقات كهرباء مثلا إذا كنتي عم بتبوسي حدا، عم تسلمي على حدا، عم تاخذي غرض من حدا، عم بيصير هيدي شرقتها وشرقتها قوية كمان، بتحسي إنه بق يعني فقعت. عندك أي تفسير شو السبب؟ هلا أنا فسرت أنه كانت طقس كتير ناشف، وهذا الشيء عم بخلي الاحتكاك أقوى. في الأونة الأخيرة كثر الحديث عن كهربة أو شرقطة تصيب أجسادنا عند مصافحتنا شخصاً آخر أو عند احتكاكنا بأي معدن. البعض عزى السبب إلى الطقس الجاف وانحباس المتساقطات، وآخرون قالوا إنها تجمع للشحنات الكهربائية الإيجابية والسلبية التي تسكن أجسادنا. أما علم الفيزياء فيشبه الظاهرة بتصادم غيمتين تولدان البرق. بالدرجة الأولى نحن عبارة عن أجسام ممكن تتعرض لكهرباء، وهيدي الكهرباء ما عم بحكي عنها الكهرباء اللي بالبيت، هيدي نوع كهرباء بسميها إلكتروستاتيك، الكهرباء الثابتة اللي بتقعد على جسم الإنسان. ولما يصير جسمنا كتير مقتص بهيدي الشحنات اللي غالباً بتكون سلبي، بتنتقل لجسم آخر أقل اكتظاظاً. نحن بنكون عم نسلم على الآخرين، الهواء
بين الإيدتين ما بيعود يتحمل الفرق بالفولتاج بين الإيد اللي عليها شحنة كتير عالية والإيد اللي ما عليها شحنة بهذا المقدار. تماما نفس المشهد بنشوفه وهو بيصير في برق صغير بيشبه البرق اللي بنشوفه لما الغيوم بيحتكوا مع بعضهم بالسماء. أنا بشوفها ظاهرة فردية، يعني كل إنسان هو له علاقة بمتر الأرض اللي عم يمشي عليه حسب شو لابس بإجره وحسب بشو عم يحتك. يعني هل الفاشن عم بتحط بوليستر زيادة بدلا من القطن بالتياب؟ هل الأرض عم نمشي على موكات نوعية السجاد إلى سبب؟ وطبعا علميا في أرقام بتحكي عن هالموضوع. ولازم نقول كمان أنه هذا الشيء بيصير بالأماكن الجافة والباردة، من هيك نحن غياب الشتاء بالفترة الماضية اللي تزامن مع شوي من البرد ربما يكون عزز هذه الظاهرة الفردية وحسيناها ظاهرة عامة. ولأن العلماء يشبهون جسم الإنسان بالبطاريات المشحونة بالتيار الكهربائي، فقد نجد أنفسنا نولد التيار الكهربائي في منازلنا بدلاً من العيش رهينة التقنين في التيار الكهربائي، كما يقول ساخراً عدد من اللبنانيين. دارين دعبوس، قناة الجديد. جثة تحتجز عقاراً ونزاع بين القضاءين المدني والشرعي. هو قبر منفرد في وسط عقار خاص، ولعلكم تتساءلون لماذا دفن أحمد دغمان هنا وليس في جبانة البلدة. بعد وفاة المرحوم دغمان قرر أقاربه دفنه في عقار تابع له في بلدته كفرت بنيت الجنوبية، إلا أن هذا العقار تعود ملكيته إلى زوجته، ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية لنقل الجثمان من العقار إلى مدافن البلدة، وهو ما لم يرق لقريب المرحوم كامل دغمان الذي عارض الأمر معتبرا أن تزويرا ما حصل للاستيلاء على العقار. في وصية موجودة كان هو موصي المرحوم ب99 تقريبا قبل ما يسافر على أفريقيا، بقول بالوصية في حال الله ما طعم أولاد بيندفن بهذا العقار هو وزوجته. الملكية العقار زوجته بتقول إلها الملكية؟ لا، الملكية هي موجودة نص بنص، وفي مستند لهذا الموضوع كان في نص العقار رجع عاملة تزوير نص العقار ب14/8 ورجع عاملته بنفس النهار ب14/8 كامل العقار. القضاء قال كلمته في هذا الملف، إذ أصدر قاضي العجلة أحمد مزهر قرارا قضى بنقل الجثة، وبعد الاستئناف صدر قرار من القاضي الأول في النبطية برنار شويري يؤكد قرار مزهر، لكن الأزمة باقيت في الشرع. نحن قدمنا دعوة على كامل حسن دغمان بصفته هو المتعدي على العقار، هو اللي واخذنا نحن حكم بوجه كامل حسن دغمان. طيب هلا مين مانعكم تنفذوا الحكم؟ طلعنا لقينا منعنا ندخل الجبانه لنحفر قبر، كان معنا رئيس دائره التنفيذ، وقالوا لنا ما تطلعوش على القبر، على قبر اللي فوق ما حدا يطلع لانه الجو مكهرب وفي نسوان عم تبكي حول القبر وكذا الى اخره. مش مهم نحن مش نشيلها، في مجلس اسلام الشيخ قالوا هو مصلح هذا الموضوع، في قرار قضائي بشيلتها، في قرار قضائي ب موافقة مجلس إسلام الشيعة الأعلى. معنا من سيد السيستاني مرجع السيستاني معنا حكم شرعي بيقول إنه يوجب النقل. يعني حصل وكيل المدعي على تكليف وقعه نائب رئيس المجلس الإسلام الشيعي عبد الأمير قبلان لنقل الجثة، لكن قرارا ثانيا صدر عن الشيخ قبلان قضى بالتريث إلى حين بت الدعوة. لما تكلف الشيخ قاسم سبليني من قبل المجلس الشيعي الاعلى طلع مع القعد هو البلديه هو كذا واعطاه مضمون التكليف اللي هو عندك هون، تقبل الموضوع وقالوا لك ان ساعتها نحن هلا ما عادش عندنا اي مانع بيحول دون نقل الجثه. وقت لغوا له التكليف بلغوه؟ لا هو تبلغ ولا نحن تبلغنا، نحن كنا عم ننسق انه رايحين ننفذ. يعني انا لما حكيت مع الشيخ قاسم قلت له مولانا في حكم في قرار تاني جمع مسلم الشيعة الأعلى، قال لي كيف هالحكي ما حدا بلغنا، وقال لنا نحن برجع بشدد وبكرر على النقطة لا يستدعي تدخل من مجلس مسلم الشيعة الأعلى أو أي جهة غير الجهة غير القضاء الأمور المستعجل أو غير هلأ بطل القضاء المستعجل غير محكمة التنفيذ. القضاء المدني حسم بتنفيذ القرار، البلدية وبعد التواصل معها ملتزم القرار القضائي، فهل يلتزم الشرع؟ سجال تقف فيه المحاكم الدينية في وجه المحاكم المدنية بعد تدخلات بعض رجال الدين الذين نتحفظ عن ذكرهم في هذا التقرير. السفارة السعودية في لبنان تبدأ أولى مراحل تقديم المساعدات لأبناء الشمال والنازحين السوريين والفلسطينيين.
برعاية السفارة السعودية لدى لبنان وبمشاركة القائم بالأعمال في السفارة وليد عبدالله البخاري، باشرت رابطة العالم الإسلامي وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج المساعدات الإنسانية وكفالات الأيتام التي تشمل 12 ألف أسرة لبنانية وسورية في شمالي لبنان. البخاري حضر إلى مسجد الإحسان في منطقة أبي سمراء طرابلس وقدم المساعدات بنفسه، وكانت كلمة شكر للشيخ بلال حدارة. 200 حصة غذائية للبنانيين والسوريين و400 بطانية، وتقريبا العدد مماثل في منطقة عكار. عدد الأيتام الذين سيتم توزيع كفالات لهم يتجاوزون 1000، ستكون على مراحل. وطبعا الأيتام كفالتهم دائمة ومستمرة، وتبدأ من 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 حين تقديم الطلب إلى أن يتم اليتيم 18. ومن طرابلس توجه البخاري إلى عكار، حيث أشرف على توزيع المساعدات للنازحين السوريين في بلدة خرب الداوود. وقد أشاد مفتي عكار الشيخ زايد زكريا بوقوف السعودية إلى جانب الشعبين اللبناني والسوري ودعمها لهما. هذه الزيارة وهذه اللفتة التي تتم اليوم عبر هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، كل ذلك ترجمة عملية للإغاثة التي تقوم بها المملكة والوقوف بجوار المظلومين والمحرومين. ويلي المرحلة الأولى من المساعدات مراحل لاحقة في الجنوب والبقاع، وتشمل اللاجئين الفلسطينيين والسوريين وأسرا لبنانية محتاجة. فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة النشرة. الجيش السوري وحلفاؤه يؤكدون العزم على تحرير حلب وتحرير المواطنين الرهائن لدى المسلحين، والتوافق الروسي تركي على الحل السياسي للأزمة السورية. يواصل الجيش السوري وحلفاؤه التقدم في حلب، وبعد سيطرته على أجزاء واسعة من بلدة ميدعان في الغوطة الشرقية وتمكنه من السيطرة الكاملة على السكن الشبابي المحاذي للبحوث العلمية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، منزلا بالمجموعات المسلحة خسارة بشرية ومادية، تصدى أيضا لهجوم شنته المجموعات المسلحة على نقاطه عند شركة الكهرباء في الشيخ سعيد جنوبي حلب. وفي السياق أكد الجيش وحلفاؤه أنهم لن يتهاونوا في الرد على محاولة الإرهابيين القدوم من أي جهة كانت لنصرة المهزومين في حلب، وسيواجهونهم بقوة كما في المرات السابقة. وأفادت غرفة العمليات المشتركة أنهم لن يتراجعوا عن تحرير المدينة كلها وتحرير المواطنين المأخوذين رهائن بيد المسلحين الإرهابيين فيما تبقى من الأحياء الشرقية. بالتزامن يواصل النازحون من أحياء حلب الشرقية التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة النزوح إلى مناطق سيطرة الجيش السوري في نقارين، حيث يحظون بالرعاية الصحية الفورية والغذاء قبل نقلهم إلى منطقة جبرين، حيث يوزعون على مراكز إيواء أو ينقل من يريد منهم إلى أقاربهم أو معارفهم في حلب وريفها. ويتولى عناصر من الهلال الأحمر السوري ومتطوعو الجمعيات الأهلية توزيع الأغطية على العائلات، وتستقبل سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر مرضى يعانون حالات صحية حرجة بعد وصولهم في حافلتين حكوميتين من شرق حلب. الجيش كمان استقبلنا الجيش كمان الحمد لله، وجمعونا وطلعونا بالباصات وأمنونا أحلى تأمين الحمد لله، وما لنا خوفين من الرميكين الحمد لله. سياسيا ومن أنطاليا التركية، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو أن الاتفاقيات التركية حول سوريا على المستوى العسكري والسياسي قيد التنفيذ. وحول تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن هدف عملية درع الفرات في سوريا، قال لافروف إن موسكو تعتمد في المجال العملي على الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها بين رئيسي البلدين والتي يجري تنفيذها، وليس على تصريحات أحادية الجانب تطلق كثيرا. تركيا ستتعاون مع روسيا في قتال تنظيم الدولة، نرغب في وقف إطلاق النار، ونحتاج إلى آليات فعالة لإيجاد حل سياسي جذري للأزمة السورية. إن نظام الأسد يقتل الأبرياء والمدنيين.
ستواصل موسكو عملياتها في سوريا وحلب بصرف النظر عن الانتقادات الغربية، وذلك لإنقاذها من المنظمات الإرهابية. وتوافق أنقرة على ضرورة التحرك لحل الأزمة السورية. التعاون التركي الروسي سيؤدي إلى السلام في سوريا. وأكد لافروف أن لا علاقة لروسيا بمقتل العسكريين الأتراك في شمال سوريا، وقال لا روسيا ولا سوريا ولا قواتهما الجوية على علاقة بالهجوم الذي وقع الشهر الماضي. فندق بارون التاريخي في حلب تحول إلى مأوى للاجئين بعدما كان مقصدا للمشاهير، وفيه كتبت أغاثا كريستي أشهر رواياتها. ما يجري في حلب يفوق خيال كل كاتبي قصص الجرائم والرعب في العالم، فالقتل هناك بات يلاحق الناس كقدر محتوم. ولكن هل تعلم أن أغاثا كريستي أشهر مؤلفة روايات جرائم في التاريخ قد مرت في الشهباء؟ هذا الكلام ليس لوصف فظاعة المشهد الإنساني، إذ أن الكاتبة البريطانية أقامت فعلاً في فندق بارون حيث كتبت روايتها الشهيرة جريمة في قطار الشرق السريع عام 59. هذا الفندق يقع على خط تماس بين الأحياء الشرقية التي سيطرت عليها المعارضة عام 2012 والأحياء الغربية الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. كريستي جاءت إلى سوريا مع زوجها عالم الآثار في ثلاثينيات القرن الماضي، وافتتنت بجمال المدينة وآثارها. جمالية المشهد في المدينة الضاربة جذورها في التاريخ لم تمنع مخيلة الكاتبة البريطانية من تأليف رواية تفوح منها رائحة الموت. فماذا لو عادت كريستي إلى الشرق بقطار الموت الذي يمر يومياً في حلب؟ حلب مدينة كوسموبوليتية، الأديان، الثقافات، الحضارة، الانفتاح، الطرب العربي كله. عبد الوهاب لما تكرس راح غنى بحلب ليعترفوا فيه شيوخ حلب، ويقولوا يهزوا براسهم انه بيمشي حالك بالغنى. ايه الرعب اللي كتبته أغاثا كريستي، ولو انه مش رعب حروب، ولكن حالة الذهول، هي الذهول الاقصى لما بيقولوا تشعر بدني وتعطل دماغي ما اعرف شو بدي اعمل. بعتقد ايه اليوم بيلاقي صدى بطريقة فظيعة بحلب اكيد. يؤكد علم النفس أن أفلام وقصص الرعب تطبع في ذاكرة الشعوب الجماعية، فكيف بشعب عاش أقصى أنواع الجرائم الإنسانية قتلاً ودماراً ورعباً أن يتخطى ذلك؟ وأين يختزن مشاهد الرعب اليومية؟ اليوم أفلام والروايات عن النازية وأوشفيتس والحرب العالمية الثانية بآخر 20 سنة شفناهم، يعني إذا بدك هضم الصدمة حتى يطلع ناس، حتى يطلع روايات بتحكي عن هذا الكابوس اللي ما له وصف. انا رايي السوريين كلهم، الناس، الافراد، ايا كان رايهم، ما بيعرفوا شو عم يصير فيهم. نحن بلحظه هذا الزلزال الفظيع اللي بقلبه، نحن بالقلب البركان، فلما بتبعد عنه، لما حتروق، لما حتحصل كوارث، حتبلش تستوعب وتلاقي الكلمات وتلاقي الصور. بارون اليوم أصبح يؤوي نازحين تقطعت بهم السبل، وهو ككل شيء في المدينة ما عاد يشبه نفسه. كلا، لا أعتقد أن الفندق سيعود كما كان سابقا، أنا أتكلم بكل صراحة. صاحب الفندق رحل من دون أن يرى فندقه يعود إلى ما كان عليه، فهل تعود أيام حلب؟ كان في النشرة أول الغيث طرقات بحيرات، ومبان مهددة بالسقوط. لما تجمع مصاري لروح اشتري، لما تجمع مصاري استأجر بيت، والله بيعلم كيف عم بكر انت، والله العظيم الله بيعلم. هل يبرئ الضمان ذمة مختلسيه؟ هني براءات ذمة مش مزورة، معطيهم رئيس مصلحة براءة الذمة، ولكن استنادا لمعلومات خاطئة. قانون الستين تنتهي صلاحيته بالتمديد. وليس هناك بالنية لدى أطراف عديدة بالقبول بالتعديلات المطلوبة تكون نظام انتخابي أحسن. أغاثا كريستي مرت بحلب والبارون ملتقى النازحين. سوريا بتاريخ الحروب على جنب
وحلب بسوريا كمان على جنب. الرعب. كان هذا كل شيء، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.